لكن هبدأ معاك الأول بالمغرب، يعني إيه اللي بيعملوه وشايفه إزاي وشايف اللي جاي إزاي بالنسبة لمنتخب المغرب؟ هم طبعا هم غيروا المفاهيم كلها، آه ولكن مش يعني مش عايز اقول صدفه، آه مفيش حاجه صدفه في الكوره. مم. ناس خططت جت لعب بطريقه ممكن تنرفزك في الملعب، آه ان بيعرفوا يقفلوا كويس قوي قوي ويعملوا الهجمه المرتده، مم. ولكن عندهم صبر هاني في الملعب، مش مستعجلين. آه كان زمان يقول لك ايه، لو هتفتح خطوطك هتخسر، لو هتدافع هتخسر. لا، هم عارفين امتى يهاجموا وامتى يعملوا هجمه مرتده وامتى يدافعوا، ودافعوا كويس جدا جدا. وده اللي مخلي انا وجهه نظري ان عندهم بونو ممكن يبقى احسن حارس في الدوره في البطوله كلها. جون كويس هو جدا ولا حارس كرواتيا ليباكوفيتش؟ يعني. شوف اللي باين قوي بونو، والتصديات اللي بيصدها او الاهداف اللي بينقذها بتخلي فرقته حتى ما يكون كسبان 1-0 محافظ على ال 1-0، ايوه ودي ميزه. الميزه الثانيه الحاجه الربانيه اللي بيحب ابوه، اللي بيحب امه، وزي احنا 6 و8 و10 لما كنا بنجيب جون وبنشكر ربنا وبنسجد وكده، منتخب الساجدين. الحاجات دي يعني بتديك ارتاحيه في ان الناس دي مش بتلعب كوره بس، دي بتشتغل في كذا جبهه، اي منها العلاقه اللي بينه وبين ربنا، ودي اهم حاجه. او بتخليك عندك قوه وثبات ان انت ربنا هيحافظ عليك. الحاجه الثانيه مديك حق، يعني مثلا لما انا اجيب الوالده او الوالد في المدرج، ده دليل قاطع ان انا بفكر ازاي افرحه، لان انا لو اتغلبت مش هقدر انزله وابوسه واحضنه واصور معاه، لا ده انا بحاول ان انا اكسب اسعده عشان اسعده عشان اللقطه دي. الحاجه اللي هي المهمه جدا، انا كنت بتكلم مع في بعض القنوات، يعني إن الاعداد اللي انت عملته من حوالي 3 4 سنين عشان توصل للمرحله دي، انت اكيد تعبت جدا. قبل البطوله على طول شهر ولا شهرين تغيير مدرب، الناس بتبص لها دايما ان ده انت هيلحق يعمل ايه المدرب الجديد ده ولا ايه. هل صدفه ان هي تتحول الى ان هي من اهم مميزات المنتخب المغربي ان معاهم المدرب الوطني وليد الركراكي اللي فاهمهم وعارف يتعامل معاهم فيكسب معاهم لغايه السيمي فاينل؟ يعني السؤال كان الاول ايه مدى التاثير السلبي، دلوقتي بقى ايه مدى التاثير الايجابي اللي حصل من القرار؟ شوف، لما يبقى انت مخطط لحاجات وماشي فيها كويس قوي قوي، ويجي يحصل دروب او تغيير في مثلا في مدرب مثلا بيقولوا عصبي، او ما بيتعاملش مع المحترفين كويس مثلا يعني، وتيجي تغير في الوقت ده، التغيير ده مش بيجي صدفه، انت بتعد وليد ده من فتره، ايوه بتديه البرو الرخصه عشان كذا، ايوه. فالاعداد ده احنا يعني احنا مش بن متابعين او انتوا طبعا متابعين، بتحاول تعرف ايه ليه التغيير ده دلوقتي، في خطوات بتحصل عشان توصل لهنا، بس مفهوم وصل. زائد التوفيق بتاع ربنا، ما انت دلوقتي تتعبت، فانت محتاج توفيق ربنا من عنده، فمديك توفيق وبيخلي الفرق اللي انت بتلعبها مش شايفه، ايوه بلغه الكوره عشان توصل للمرحله دي. وانا يمكن قلت من يومين حتى واحنا بنهزر وبنضحك ان ممكن المغرب ياخد كاس العالم، ومش بعيد، مش بعيد. ايه اللي المفروض يحصل عشان المغرب ياخد كاس العالم؟ خلي بالك انت لما تيجي تلعب مثلا فرنسا، هيجي يلعبه هيلعب ببعض الخوف، ايه الفرقه دي اللي وصلت قبل النهائي؟ صح، صرف النظر فرنسا طبعا واخده البطوله في روسيا، ايوه، لكن انا في حاجه او مشروع جديد بخش اتعامل معاه وانا مش عارف له حاجه، مش عارف له حل. وبعدين ده فريق ما تهزتش شباكه غير مره واحده من اول البطوله قدام فريق كان مودع بالفعل للبطوله. يعني انت كرواتيا ما جابتش فيك، بلجيكا ما جابتش فيك، اسبانيا، البرتغال ما جابوش فيك جوال. فدي الحاجات دي مش جايه كده اعتباطا هاني، يعني جايه بدراسات. ولو هما مشوا بنفس المنهاج مع فرنسا او ان شاء الله لما يكسبوا بره، لكن هو في الاول وفي الاخر هو ده حد قبل ما يلعب هو رابع العالم، فده دي فخر للعرب ولكل اسكان شرق اسيا او افريقيا او